مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. نشر مولاي هشام بن عم الملك محمد السادس صورة من سبعينيات القرن الماضي على حسابه بالفيسبوك، تحدث فيها عن ذكريات في علاقته بعمه الملك الحسن الثاني. وقال مولاي هشام في تعليق: صورة تعود إلى بداية السبعينات، تظهر والدي الأمير المرحوم مولاي عبد الله وابن عم الملك محمد السادس يستعرضان حرس الشرف وأنا في رفقتهما. وتابع: كان الاثنان يسافران سويا كثيرا لتمثيل عم الملك الحسن الثاني رحمه الله، محمد السادس بصفته ولي عهده وأبي بصفته الممثل الشخصي للملك، وكنت أتحصر على حرماني من السفر معهما، لكن عمي كان يعوضني بركوب الخيل ومرافقته في ممارسة القنص. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.